وكيف سيعيد بوتين هذه الهيبة السوفيتية؟ العرقية واللغة خطان يربطان بين موسكو ومحيطها السوفيتي عبر ملايين البشر. 25 مليون روسي وجدوا أنفسهم محاصرين خارج حدود روسيا الأم بعد تفكك الاتحاد السوفيتي. حقيقة كان بوتين مهووسا بها بحسب كونداليزا رايس، لكنه نجح في تسخير هذا الشتات الروسي لصالح سياسة موسكو الخارجية. في أوكرانيا مثلاً يمثل الروس 17.3% من إجمالي السكان، معظمهم في شرق البلاد، حيث سوق بوتين الدفاع عن بني جلدته في إقليم دونباس. بين دول القوقاز تأتي جورجيا أولاً ب 1.5%، معظمهم في أبخازيا، الإقليم الذي اعترفت به موسكو كجمهورية مستقلة في 2008، وبات الروبل الروسي عملة رسمية فيها، ولا تزال تدعمها عسكرياً إلى اليوم. في دول وسط آسيا تبرز كازاخستان، تمثل العرقية الروسية 24% من سكان البلاد، يتمركز معظمهم شمالاً، حيث تمثل العرقية الروسية 35% من سكان المنطقة. وبناء على البيانات غير الرسمية، فإن العديد منهم يحملون جوازات سفر روسية، أمر ربما مثل دافعاً إضافياً لبوتين لإرسال قوات حفظ السلام إلى البلاد قبل أشهر.